السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المرأة تقطع صلاة المرأة إذا مرت من أمامها؟ نعم، إذا مرت من أمامها من غير حائل، من غير سترة، قريبة منها، مرت قريبة منها من غير سترة، أو مرت بينها وبين السترة، هذا على كل حال محرم. وأما القطع فقد اختلف العلماء، هل المرأة والكلب والحمار كما جاء في الحديث يقطعون الصلاة قطعا حسيا أو قطعا معنويا بمعنى نقص الثواب فقط؟ الجمهور على أنه قطع معنوي وليس حسيا، وأن المراد نقص الثواب في هذا. نعم.